الذكرى المجيدة التي نخلدها اليوم، وأيضا من خلال هذه الوقفة نزف أيضا أغلى التحايا للقابعين في سجون الذل والعار لحدود اللحظة من صحفيين. كل المعتقلين السياسيين، طلبة، مدونين، صحفيين، أساتذة، كل قابعين خلف سجون الذل والعار. وهذا دليل مرة أخرى يؤكد على أننا في حاجة ماسة إلى 20 فبراير أخرى، أو إلى إحياء هذه الانتفاضة المجيدة وبث فيها مزيدا من الروح، مزيدا من النضالية، والمزيد من الكفاحية. لأن دولة الاستبداد لا زالت جاثمة على صدور المغاربة، دولة الاستبداد لا زالت مستمرة، لا زالت قائمة، وبالتالي فالجماهير الشعبية بكل إطاراتها المناضلة لا زالت في أمس الحاجة إلى وحدتها وإلى تسطير برامج نضالية صعيدية من أجل محاربة الغلاء، خاصة وأن الآن نعيش مرحلة غير مسبوقة في تاريخ المغرب، زواج السلطة بالمال. المتحكمون حاليا، النظام السياسي حاليا في المغرب أعلنها صراحة على أنه أصبح أكبر تاجر، أكبر محتكر، وبالتالي نحن نواجه عملية غير مسبوقة في تاريخ المغرب، مما يجعل على عاتقنا جميعا الجماهير الشعبية وكل الإطارات المناضلة أن مهمتنا الآن هي مهمة جسيمة في محاربة هذا التغول، وفي محاربة الاستبداد، وفي محاربة الغلاء، وفي المطالبة بالحرية وبالديمقراطية وبالكرامة والعدالة الاجتماعية. تخليدنا لهذه الذكرى يأتي في هذا الإطار. بالتالي فنحن نشكر جميعا كل الذين حضروا باسم الجبهة الاجتماعية المغربية بالأرائش، وندعو الجميع إلى تحمل مسؤوليته من أجل إعادة هيكلة الجبهة وإعادة تسطير البرامج النضالية والاشتغال مع الجماهير الشعبية التي تكتوي بنار الغلاء والتي تكتوي بتدني وغياب الخدمات الاجتماعية. عاشت الجماهير الشعبية صامدة مناضلة، عاشت الجبهة الاجتماعية المغربية بالعرائش. المجد والخلود لكل الشهداء الأبرار، ودمتم ودمتن.